السلام عليكم. ذهبت إلى القاهرة من أجل مواصلة دراستها العليا، لكنها تعرضت للقتل في شقتها في حادثة اغتيال بالغة القسوة والتأثير على مستوى الأوساط الإعلامية والنشطاء المدنيين. تتسع هذه التداعيات كل لحظة باتساع جرح منى وكذلك الجروح المفتوحة للطلاب اليمنيين في الخارج. فمقتل طالبة الماجستير اليمنية منى مفتاح ابنة محافظة أبين فتح جرح معضلة الطلاب والرعاية اليمنيين في الخارج نتيجة غياب الدولة. الانعكاس السلبي لهذا الغياب يضاعف مأساة الإنسان اليمني داخل هذا البلد المعذب وخارجه. السفارة اليمنية بدورها أصدرت بياناً حول الحادثة أكدت فيه أن القضية قيد المتابعة شخصياً من السفير والمسؤولين في السفارة، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور صدورها من قبل السلطات المصرية، مضيفاً أن البعثة الدبلوماسية اليمنية تعرب عن أسفها لوقوع الحادث المفجع. مشاهدينا، حول تداعيات مقتل الطالبة اليمنية منى مفتاح في القاهرة ومعضلة الطلاب والرعاية اليمنيين في الخارج نتيجة غياب الدولة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فأكونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. منى مفتاح طالبة ماجستير علوم سياسية في جامعة القاهرة ذهبت إلى القاهرة مثلها مثل بقية الطلاب اليمنيين، وفي بالها أنها ستعود يوما ما من مصر محملة بشهادة الماجستير والدكتوراه وألبوم من صور الذكريات وقليل من البهجة لأسرتها. لكن منى قتلت بظروف غامضة داخل شقتها بالعاصمة المصرية القاهرة. تقول الرواية الأولى إن الفقيدة عادت إلى القاهرة الثلاثاء الماضي وبحوزتها مصاريف دراسية للجامعة، والمرجح أن لصوصاً قاموا بقتل الطالبة وسرقة كل مقتنياتها، وهو قول عززته السلطات المصرية إثر التحقيق الأول قبل أن تحترق الشقة كاملة مرة ثانية بعد مضي 20 ساعة من الجريمة وتتلف آثار الجنات نهائياً. ورغم بيان السفارة اليمنية بالقاهرة الذي أكدت فيه أنها تتابع حادث مقتل الطالبة منى ومتابعتهم لوقائع التحقيق والمعاينة، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور صدورها من قبل السلطات المصرية، إلا أن حالة من الغضب الشعبي على شبكات التواصل الاجتماعي أبرزت تداعيات حادثة مقتل الطالبة واستياء بالغا إزاء الدور الهزيل الذي تقدمه السلطات اليمنية تجاه رعاياها في بلدان العالم وتحديدا البلدان العربية، حيث يرى مطلعون أن ظروف الطلاب اليمنيين في البلدان العربية أكثر سوءاً من نظائرهم في البلدان الأوروبية نتيجة غياب المؤسسات القانونية وقصور فعاليتها. منى أصبحت بظرف ساعات قليلة رمزاً للإنسان اليمني وتعبيراً عن الإهانات التي يتلقاها اليمنيون في الداخل، وتصدرت إلى الخارج في ظل عدم وجود دولة مسؤولة تعنى بمواطنيها. النشطاء طالبوا على صفحاتهم في شبكة التواصل الاجتماعي بجعل قضية الطالبة اليمنية التي قتلت بمصر قضية رأي عام للضغط على الحكومة المصرية من أجل التحري وكشف ملابسات القضية وتقديم الجناة للعدالة. يعاني الطلاب اليمنيون المبتعثون إلى الخارج أوضاعاً سيئة وبالغة التعقيد، خصوصاً مع سياسة الميليشيا التي تحكم البلاد وتلقي بظلالها الثقيلة على اليمنيين داخل البلاد وخارجها. مشاهدينا الكرام، لمناقشة تداعيات مقتل الطالبة منى مفتاح سيكون معنا عبر الهاتف محمد كزعول عضو اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج من القاهرة. مساء الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد هل تسمعني؟ أستاذ محمد هل تسمعني؟ هل تسمعني أستاذ محمد؟ نعم
نعم معك، أسمعك أسمعك. نعم، إذن عاد إلينا أستاذ محمد عبر سكايب هذه المرة. مرحبا بك معنا أستاذ محمد، وبداية نود أن تحدثنا عن مقتل الطالبة منى مفتاح، عن تفاصيل هذه الحادثة. يعني هل لديكم في اللجنة التنسيقية للطلاب معلومات غير التي توفرت لدى الإعلام؟ أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بقناة بلقيس، وشكرا لها على تغطية الموضوع. الأخت الزميلة الطالبة منى مفتاح، طالبة ماجستير في العلوم السياسية، اجت يوم الثلاثاء من اليمن من عدن حتى تكمل دراستها في مرحلة الماجستير هنا في مصر، وساكنة هي وطالبة أخرى تدرس في الطب البشري السنة السادسة. نعم. فاللي حصل انه الطالبة زميلتها راحت في نبطشية في الدوام بالليل، يعني رجعت الصباح الساعة 8 صباحا، ففتحت باب شقتها فوجدت شقة طبعا كانت مقفلة، ففتحت باب الشقة ودخلت للشقة ولقيت الدخان يتصاعد من هذه الشقة، فصاحت وخافت وخرجت إلى الشارع تستنجد بالناس، فكان هناك بياع فاتح دكان وبياع دجاج، ف دخل معها فشافوا الدخان من كل أرجاء الشقة، فقط بدون حريق بدون نار، فتحوا الغرفة فوجدوا الأخت منى مفتاح على الأرض مرمية، مخلوع الملابس، مربوط عليها بطراحة على رأسها، فصاحت البنت وخافت فاتصلت ببعض الأخوة اليمنيين الذين أجوا من بيوتهم، فوصلوا بلغوا الأمن، وبلغوا الأمن المصري والبحث الجنائي، وأجوا وبلغوا السفارة، وأجت السفارة وعملوا البحث وأخذوا البصمات وعملوا تحرياتهم من الصباح الساعة 9 صباحا، وحتى استكمل البحث الساعة 8 مساء. نعم. إذن دكتور محمد، يعني في غضون ساعات تحولت قضية منى رحمة الله عليها إلى قضية رأي عام لليمنيين في الداخل والخارج، ما أهمية ذلك برأيك في مسار العدالة لقضيتها؟ فعلا قضية الشهيدة منى مفتاح هي قضية رأي عام، وليست قضية يعني لحالها، هي قضية وطن بالكامل، قضية طالب علم، قضية يمن، قضية اليمنيين كلهم، وليست قضيتها لحالها، وليست قضية أحد، قضية اليمن بشكل عام. إن فتاة طالبة علم تقتل بهذه الطريقة البشعة، وفي بلد الأمن والأمان، في بلد أفضل الأمن، أفضل أمن في الوطن العربي هو فيها، في مصر، في بلد العروبة، في أم الدنيا، وتقتل بهذه الطريقة الوحشة، وفي نهار رمضان، وفي يوم الجمعة، وداخل شقتها، فهذا أكيد قضية رأي عام، ولا بد للرأي العام جميعا، مش بالمصر ولا في اليمن فقط، في العالم كله أن يوقف مع هذه القضية. نعم، كيف سيؤثر هذا الوقوف برأيك على مسار العدالة والاقتصاص لمنى بفضح الجاني ومحاسبته؟ نحن نطالب الجهات المصرية التي لم تقصر ولم تتوانى لحظة من أول ما حصل الحادث بتحرياتها وبحثها عن الجاني من وقت ما حصل الحادث، نطالبها بإسراع الكشف عن الجناه والوصول إليهم والأخذ بالقصاص من مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء. نعم أستاذ دكتور عفوا محمد، ردود الفعل الطلابية الواسعة من قبل اليمنيين أيضا يعني في الخارج تمثلت ببيانات وبإسنادات إعلامية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قرأت ردود الفعل؟ والله ردود الفعل في مصر من جميع الطلاب ومن جميع الجالية ردود فعل لم نحصلها من قبل، ردود فعل يعني العالم كله مقهورين، الطلاب والجالية رجالا ونساء كلهم مقهورين على اللي حصل، وكلهم زعلانين على الذي حصل لأخت منى، ونتوقع يعني بالنسبة للطلاب مستائين جدا، ويريدون أن يوصلوا للعدالة بأسرع وقت ممكن، ويطالبوا الجانب المصري ويطالبوا السفارة اليمنية بسرعة الوصول إلى هذا الجاني الذي ارتكب هذه الجريمة الوحشية بحق طالبة علم وهي منى مفتاح. كل الطلاب صغيرهم وكبيرهم يعني متفاعلين بالقضية، ولم نحصل من قبل إن حصلت أي موقف اجتمعوا فيه الجالية وتجتمع فيه الطلاب، مثل ما حصل
في هذه القضية. إذن اسمح لنا أن تكون معنا أيضا زميلة الضحية منى مفتاح، الأخت هنادي دائل من القاهرة. مساء الخير أستاذة هنادي. مساء النور أستاذة هنادي. يعني أولا يعني رحمة الله على منى، ولك خالص تعزينا طبعا لنا ولك جميعا في منى في هذه الحادثة. حدثينا كيف وصلك خبر مقتل زميلتك منى؟ الحمد لله على كل حال. أنا كنت مروحة من الشفت، يعني أنا مداومة نبطشية مناوبة في قسم حوادث النساء والتوليد الاستقبال يعني. نعم. بعدين عادي نبطشيتي من الساعة 8 الليل لغاية 8 اليوم الثاني، مروحة من الشفت على طبيعي زي كل يوم، أفتح باب شقتي أشم ريحة دخان قوية، أتأكد من البوتاجاز لأنه قريب الباب، باب الشقة ما فيهوش أي حاجة. دخلت الصالة أشوف في دخان قوي كتمني ومش قادرة أتنفس. بشوف غرفتي مقلوبة رأسا على عقب، أشيائي مش موجودة من أجهزتي، عندي آيباد وعندي آيبود وعندي فلوس مش موجودة. بنادي على زميلتي ما فيش حد يرد. بفتح باب غرفتها بدق عليها، بفتح باب غرفتها لقيت دخان قوي لو وشي مش قادرة، يعني لدرجة إنه هو حرقني وحرق عيني وكتمني بطريقة يعني. على طول غلقت الباب وجريت أنادي الاستغاثة، ما لقيت ما نزلت على طول وحاولت اتصل التليفون، تليفونها مغلق. نزلت على طول انادي على صاحب البواب، بخبط عليه ما بيردش. على طول خرجت على من العمارة تماما في ساحة فراغ تحت البيت، طلبت إغاثة منه، قلت له لو سمحت أنا بيتي بتتحرق وفي دخان ومش قادرة أتصرف تعالي معايا ومش عارف إيه. ساب اللي في إيده وعلى طول طلع معايا. طلعنا بنحاول ندخل، فتحنا الشبابيك، هو فتح البلكونة والشبابيك والحاجات، وفتح أوضة الأوضة اللي جوه اللي هي أوضة زميلتي، ودخلنا هو دخل يفتح البلكونة عشان يتهوى الأوضة، وبعدين دخل يعبي مي للجردل عشان يحاول يطفي الدخان هذا يهدى شوية عشان نقدر نفهم. وكل هذا وإحنا مش عبالنا إنه زميلتي مش موجودة. فجاء هو يبص للأرض يقول هي دي، وفي حاجة يعني حاجة سودة بس يطلع منها دخان. صحنا وجرينا من الشقة، نزلنا على طول طلبنا الإسعاف والبوليس جم على طول بصراحة. طيب يعني أستاذة هنادي، يعني أنا مش عارفة كيف أعلق معك، واضح التأثر من خلال صوتك، صدمة حقيقية أكيد عانيتي منها. هل كانت منى تشتكي من مضايقات قبل هذه الحادثة سواء في المبنى أو غيره؟ يعني هل اشتكت لك من أي شيء؟ لا بالعكس، منى طالبة ماجستير علوم سياسية تدرس زيها زي أي طالبة يمنية جاية تدرس من البيت للكلية، من الكلية للبيت، عندها كورسات، عندها انجليش زي أي طالبة يمنية مبعوثة سواء على حساب أهلها أو على حساب الدولة. نعم. طيب هل يعني ماذا عن آخر التطورات المتعلقة بالقضية، يعني نتائج التحقيق، خاصة أنت كنت اليوم في المباحث؟ والله اللي أنا شايفة قدام عيني أن المباحث في أقل من 24 ساعة منتشرة في كل مكان، مش أقل من 24 ساعة من وقت الواقع يعني. نعم. تغطية أمنية لأول مرة في حياتي أشوفها بالطريقة هذه، غير في الأفلام والمسلسلات. أنا عمري ما شفتش الانتشار الأمني بالطريقة هذه وكمية، يعني أنا تم التحقيق معايا في الشقة نفسها بنفس الوقت، يعني ما خرجتش من الشقة أمس إلا بعدين. فكل الناس جاءوا يعني لغايه مدير الامن، مدير المباحث، مش عارف يعني الناس الكبيره كلها كانت موجوده. فانا كنت بصدمه من هول الصدمه، من هول كميه الناس اللي اشوفهم، يعني تواجد امني كان بشكل فظيع بصراحه. طب يعني تحدثين عن تواجد امني قوي سيده هنادي، وبطبيعه الحال يعني هذا الامر مشهود للمباحث الامنيه في مصر، ولكن كيف حدثت حادث الحريق مرة أخرى رغم هذا التواجد الأمني الكثيف؟ هذا السؤال أنا مش عارفة بصراحة له إجابة لحد الآن، يعني أنا مش عارفة أي حاجة عن هذا الشيء، إنه كيف بالعكس هذا زادني صدمة.
نعم، إذا شكرا جزيلا لك هنا دائل، زميلة الضحية منى مفتاح، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك دكتور محمد. دكتور محمد، كما استمعنا لشهادة هنادي زميلة منى وهي التي يعني عرفت بهذه الحادثة وسمعنا من خلال صوتها مدى تأثرها، برأيك يعني كنت سألتها كيف اندلع الحريق مرة أخرى طالما هذا الوجود الأمني الكثيف، هل لديكم أي تفسيرات ربما قد تفيد يعني أو في مسار الحادث؟ هل تقصدين الحريق اللي حدث مرة أخرى؟ نعم، يعني الحديث اللي حدث مرة أخرى؟ نعم. أولا الحريق الذي حدث الذي شفناه في الشقة، أنا من ضمن الناس الذين عاينوا الشقة ودخلت أنا وبعض مسؤولين السفارة في أثناء تحقيق البحث الجنائي والأمن المصري في الواقعة، كنت من ضمن الحاضرين. الحريق لم يصل إلا غرفة واحدة يعني التي كانت فيها الأخت بشكل بسيط، حتى أنا يعني لم أشاهد بشكل كامل، وإنما بعض الناس اللي شافوها من ضمنهم بعض مسؤولين السفارة يقولون الحريق حصل يعني في الفتاة في أطراف أصابعها اليدين وأطراف أصابعها اليمين. فبعد ذلك شفت صلاه الدقائق حريق صلاه كامله هائل وسكون الحدث سكون الشرطه تولع وصل الحريق انتهى الى يعني وصل الحريق شقه هذا إذا دكتور محمد يعني نعتذر عن رداءة الصوت، سنحاول معاودة التواصل بك. كما تابعتم مشاهدينا الكرام حتى الآن شهادة زميلة منى مفتاح هنادي دائل كيف وجدت زميلتها ملقاة في الشقة، وكذلك حديث الدكتور محمد كزعول أن القضية في يعني تبحث بجدية من خلال المباحث الأمنية، ونحن على صدد متابعة سفارة اليمن في جمهورية مصر لمعرفة ما الذي قد قدموه. كما تابعنا هناك بيان أصدرته السفارة تندد بالحادثة وتقول بأنها تتابع الحادثة على أعلى مستوى، وهذا طبعا ما نتوقعه من سفارة اليمن في الجمهورية. يجب أن تقف وقوفا كاملا مع أبنائها الطلبة، خاصة كحالة المغدورة الأخت منى. إذا ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أيمن نبيل الناشط السياسي من ألمانيا. مساء الخير أستاذ أيمن. أهلا وسهلا، مساء النور أستاذ أيمن. أنت حضرتك تناولت في كتاباتك على أن ظروف الطلاب اليمنيين في غير البلدان العربية مختلفة تماما لوجود ربما مؤسسات قانونية أكثر، حدثنا بشكل أوسع عن هذه النقطة. طبعا الطلاب في الدول العربية حالتهم أكثر سوءا، يعني في دول أوروبا مثلا الطلاب اليمنيين العرب عامة تكون مشاكلهم مادية أكثر، يعني تنحصر مشاكلهم غالبا في مشاكل مادية ثم تصبح مشاكل قانونية بعد ذلك، ولكن هناك مؤسسات قانونية، هناك قوانين، هناك جهاز شرطة جيد يضمن لهم بعض الأمان، لكن الطلاب في الدول العربية يعانون أيضا ماديا. بالإضافة إلى هذه المعاناة هناك حالات انفلات أمني، بالتالي يعيش اليمنيون والطلاب المبتعثون أو حتى السياح أزمة المجتمعات ذاتها، يعني القمع، الترهيب، السرقة، فساد جهاز الشرطة وأشياء أخرى كثيرة. نعم، إذن يعني برأيك ما هي الأسباب التي تعود إليها معضلة تعامل السفارات اليمنية في المحيط العربي مع قضايا الطلاب، خاصة يعني وأنت تتحدث عن أن المشاكل أغلبها مادية وهذا نتيجة قصور في السفارات التي تبتعث طلابها إلى الخارج؟ طبعا في الحقيقة هناك بالنسبة للمشاكل المادية هناك شقان وليس شق واحد، وهو أساسا الأموال أو وزارة المالية وزارة التعليم العالي الموجودة في اليمن. نعم. السفارات عنصر مكمل بعد ذلك في هذا الإشكال العظيم. في يعني بصورة عامة السفارات اليمنية هي جزء من البيروقراطية اليمنية الفاسدة والمترهلة، طبعا مع بعض الاستثناءات هناك بعض الملحقيات جيدة، هناك بعض الموظفين جيدين والخدومين، ولكن بصورة عامة السفارات يعني جزء عضوي من البناء البيروقراطي اليمني المهترئ والمتعفن. في اليمن في الدول العربية هناك إشكال آخر وهو التواصل مع الجهات المعنية في حالات جنائية مثل قضية الفتاة القتيلة منى مثلا،
وبالتالي التقصير الدائم الذي تتميز به السفارات كجزء من الجهاز الدولي اليمني ينعكس ويصبح أكثر بشاعة في هذه الحالات لارتباطه بأرواح ناس. نعم، إذن ما الذي ينبغي برأيك على الكيانات الطلابية أن تقوم به في حيال مثل هذه المواقف التي يتعرض لها الطلاب؟ هناك عدة خطوات. طبعا بالنسبة لهذه القضية بالتحديد، يعني هناك قضية هذه القضية بالتحديد تخص منى مفتاح رحمه الله، هناك عدة أمور. أولا يجب التواصل مع الصحافة الأوروبية، لعلنا نتذكر أن هناك أيضا طالب إيطالي قتل في فبراير الماضي بنفس الطريقة، يعني قتل وقتل ولحد الآن لم تستطع أو لم ترغب أجهزة الأمن المصرية بالإفصاح عن هوية القتلة والمجرمين. فبالتالي من الأفضل أن يعني يجعل من قضية منى مفتاح أيضا قضية رأي عام عالمي بالتواصل مع الصحافة الإيطالية مثلا، لأن يعني الصحافة الإيطالية مهيئة جدا للهجوم على النظام المصري والضغط عليه بسبب قضية ريجيني. هذا أولا. ثانيا لابد من التواصل مع المنظمات الحقوقية اليمنية التي تشغل نفسها عادة بأشياء يعني ثانوية. هناك الآن أمور مهمة، هناك روح فتاة قتلت، وبالتالي من الأفضل التواصل معها والتشبيك أيضا بين المنظمات الحقوقية اليمنية والمنظمات الحقوقية المعارضة الموجودة في مصر، وهي هناك منظمات حقوقية كثيرة تعاني أيضا من الضغط ويعني تتبنى كل قضايا حقوق الإنسان الموجودة في أراضيها. من الواجب أن يتم التواصل معها، وأيضا وهذا هو الأهم الضغط على السفارة اليمنية قدر الإمكان حتى تتحرك، يعني بالتالي من دون ضغط السفارة اليمنية لن تفعل شيئا كعادة كل السفارات اليمنية في الخارج. نعم. إذن أستاذ نبيل، ماذا عن تأثير غياب الدولة على الطلاب والمواطنين اليمنيين في الخارج؟ هناك تأثيرات ضخمة طبعاً من قبل، حتى عندما كانت الدولة أو طبعاً يعني نحن نقول الدولة تجوزاً يعني، ولكن اليمن حقيقة لم تعرف الدولة القوية، ولكن هناك عدة أشياء. مثلاً الآن لا يستطيع الإنسان أن يحدد بدقة من هو المسؤول، يعني قديما مثلا يعني قبل اجتياح الحركه الحوثيه كنا نعرف ان هناك وزير وهناك وزاره وهناك سفير بامكاننا ان نتخاطب معه ونحمله كامل المسؤوليه. الان ابو فلان وابو علان وكل واحد يرقم واحد ثاني، حد عرف من المسؤول الاساسي ولا تستطيع ان تحاكمه او حتى تتصل به. وهذه الاشياء بعد ذلك تنعكس على شكل وساطات من تحت لتحت، وابو فلان وكلم ابو علان وتواصل معه واموال ورشاوي. يعني الوضع بقى كثير صعب ومشوش، يعني من قبل كان صعب طبعا، يعني الدولة السابقة لم تكن دولة مميزة، يعني كانت أيضا فاسدة ويعني امتهنتنا وأتعبتنا كثيرا في الحقيقة، كما امتهنت الشعب اليمني كله، يعني احنا لسنا استثناء من هذا، ولكن على الأقل كان الإمارة يستطيع أن يعرف من هو المسؤول ويخاطبه مباشرة. الآن هناك إشكال، لا نعرف هوية من يعني يتحمل كامل المسؤولية، هذا إشكال كبير أيضا. نعم. بهذا الشكل هل يمكن أن نعود يعني لموضوع الطلاب والكيانات الطلابية، هل يمكن التعويل عليها بشكل أو بآخر للقيام بما يمكن عمله؟ يعني مبدئيا ممكن طبعا التعويل عليها، لأن الحركة الطلابية بالنهاية حركة مدنية وتستطيع أن تجمع الناس، ولكن هناك كثير من البلدان لم يستطع الطلاب فيها تكون اتحاد طلابي أساسا. هذا طبعا إشكال كبير، طبعا نتيجة لاختلافات سياسية، وهذا أمر محزن في الحقيقة، ويعني يقتطع من نصيب كثير من القضايا، لأن مثلا في بعض الدول لا يوجد اتحاد يستطيع أن يخاطب الدولة المضيفة بخصوص بعض المشاكل، بخصوص بعض الضرائب، بخصوص يعني لو كان في اتحادات بإمكان الظروف الطلاب تتحسن نوعا ما. لكن يعني نهيب الطلاب أن يجتمعوا وأن يتحدوا وأن يشكلوا بناء ديمقراطيا، يعني انتخابات وكذا، حتى يستطيعوا أن يأخذوا بعض الحقوق والمميزات. نعم. يعني مبدئيا ممكن واحد يعول عليهم، ولكن حتى الآن هناك بعض الأماكن الجيدة. طبعا هناك اتحاد الطلاب مثلا في ألمانيا لا بأس به، خصوصا في الفترة الأخيرة ينشط نشاطا جيدا، ولكن بعض هناك كثير من الدول التي لم تعرف اتحادات حتى الآن، وهذا أمر يعني مؤسف طبعا. نعم. إذن يعني أستاذ نبيل، كيف وجدت التفاعل؟ يعني مثلا لاحظنا تفاعل العديد من المغتربين في ألمانيا وفي كثير من الدول مع قضية منى، وبأن هناك يعني ربما يفكرون بالخروج نحو السفارة المصرية للضغط على الكشف عن الجاني. كيف وجدت هذا التفاعل؟ تفاعل جيد في الحقيقة وفريد من نوعه. طبعا الجريمة هذه مست كرامة اليمني أصلا، يعني كرامتنا الآن مهدرة طبعا منذ زمن، ولكن أن تقتل وأن يعتدى عليها، وعلى فكرة يعني الجريمة نفسها وشكلها يعني، وخصوصا أنها في مصر، طبعا مصر بلد يتقاطع فيه بسبب أنها دولة رثة طبعا، فتتقاطع فيها جهاز الدولة والشرطة يختلط بعالم الجريمة، أحيانا يبقى المجرم هو نفس الشرطي أو غالبا يعني.
أنه هناك تقاطعات كبيرة بين العالمين. طبعا التفاعل هذا تفاعل جيد، وآمل أن يستمر وأن يكون أكثر تنظيما، بمعنى أن هناك مثلا فرق محامين يحتاجوا إلى أموال بالتأكيد، لابد إذا من هناك تجار وهناك مغتربين حالتهم المادية جيدة، من الأفضل أن يتبرعوا وأن يساهموا في دفع تكاليف مثلا المحامين، هناك تواصلات، هناك سفريات، منظمات حقوقية، هناك عمل كثير يحتاج أموال. هذا الأمر يعني التفاعل السياسي جيد، مظاهرات وكذا، ولكن هناك أيضا جانب مادي وتنظيمي مهم يجب أن يقوى وأن تتحد يعني الطاقات للخروج بنتيجة جيدة بخصوصي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أيمن نبيل الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. مشاهدينا الكرام وأيضا دكتور محمد كزعول، نستأذنكم بالذهاب لفاصل قصير ثم نعود إليكم لاستكمال حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور محمد. دكتور محمد، يعني الأستاذ أيمن نبيل طرح موضوع مهم، وهو ضرورة يعني تفعيل الحركات الطلابية وأن تقوم بدورها، والتشبيك أيضا مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك أن يكون العمل أكثر تنظيما للضغط على الجهات المعنية لمتابعة القضية واستعادة كرامة اليمنيين حسب قوله. ما رأيك بهذا الحديث؟ والله نتمنى ذلك، انه يكون في كيانات طلابيه تمثل الطلاب في كل دول العالم، زي ما في المانيا، في تركيا، في السودان، في باكستان، في اغلب الدول التي يوجد فيها الطلاب اليمنيين هناك كيانات تجمعهم. بس احنا للاسف في مصر من سنوات واحنا نحاول نقيم كيان يجمع الطلاب، اتحاد طلاب اليمن في مصر، بس للاسف بعض جوانب القانون المصري هنا في مصر لا يسمح بانشاء كيانات طلابيه تجمع الطلاب تحت سقف واحد. نعم. وهذا من حقهم وهذا قانون يحترم عليه. لذلك احنا في مصر رغم ان احنا اكثر يعني الجاليه الطلابيه الموجوده في العالم هي في مصر، اكثر من 5000 طالب يمني هنا في مصر ما بين بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، ربما يعني هم العدد الاكبر في مصر عدد الطلاب كيان باسمهم. نعم، بس مش بإيدنا، لا يعني يخص جانب مصري وقانون مصري ويحترموا عليه، لا نقدر أن نقدم شيء. ولكن هناك سفارة وهناك ملحقية تجمع الطلاب وتهتم بأمور الطلاب، نتمنى منهم أن يعطوا اهتمامهم وجل اهتمامهم بالطالب. الآن الطالبات يعني 1000 طالبة هنا في مصر يدرسون ما بين بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، دول الطالبات من بعد أن حصل الحادث عايشات في رعب، عايشات في قلق، كل يعني عايشات في يعني في مأساة، يعني في يعني اغلب الان عايشه في توتر في قلق نفسي فظيع. يعني احنا حاولنا حتى نجد عماره كبيره تشمل يعني عدد كبير من الشقق حتى نجمع الطالبات الموجودات هنا في القاهره ونجمعهم في شقه واحده ونشرف على هذه العماره ونشوف لها يعني من يحرسها. بس نتمنى ان نوفق بهذه الخطوه. اما موضوع منظمات، الموضوع راي عام، والمنظمات لابد ان يتم مخاطبه المنظمات. يعني الشهيده منى يعني يجب ان لا يروح دمها هدر، يجب ان يفعل الموضوع على يعني اعلى المستويات، منظمات مجتمع مدني بكل انواعها بكل انشطتها ومجالسها، لابد ان يعني تتبنى الموضوع. ونشكر الجانب المصري، الجانب المصري لحتى الان لم يقصر في هذه القضيه ولم يعني يتكاسل في البحث عن يعني الجاني، ونتلقى ان شاء الله الحقيقه الكامله في الساعات القادمه باذن الله. وكذلك السفاره بسعاده السفير محمد الهيثمي حفظه الله، يعني ما قصروا وابدا ساعود اليك عند دور السفاره دكتور محمد، حتى سأعود إليك عند نقطة السفارة حتى لا نستبق فقط الموضوع، ولكن كنت أود أن أسألك، هل أنتم نظمتم القيام بمظاهرة يوم غد أم الجالية؟ نحن لم نسميها مظاهرة. نعم. يعني احنا وقفة بسيطة تعبر عن شعورنا وقفنا. نعم. مع أختنا أمام سفارتنا، يعني الوقفة هذه تدعم السفارة وتقول نحن معاكم، نحن منكم وإليكم، هدفنا واحد وهمنا واحد وهمنا واحد وكرامتنا واحدة. نحن مستائين مما صار لهذه الفتاة، لهذه الطالبة، اليوم صار لهذه لمنى، بكرة يصير عند علي وأحمد وياسمين ومحمد. يعني في ظواهر كثيرة بتحدث في بلد مصر العظيمة والعريقة
واللي خارج عن يعني إرادة جوانبها السياسية. والآن فنريد نحمي أنفسنا من هذه الظواهر التي تحدث في هذه البلد، ومن حق السفارة أن تحمينا وتبلغ الجالة المصري وتهتم بالموضوع. نحن طلاب، أنا جيت هنا لكي أتعلم، لكي أرجع بشهادة، أرجع بشهادة وفاة. نعم صحيح حديثك دكتور محمد. نعم اسمح لنا فقط بمداخلة دكتور محمد، اسمح لنا فقط بمداخلة مع الأستاذ معاذ الصوفي عضو اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج أيضا ولكن من باكستان. مساء الخير أستاذ معاذ. مساء الخير أستاذة أسوان، ومساء الخير لكل متابعين قناة القيس الفضائية. أهلا بك أستاذ معاذ. أستاذ معاذ، نود أن تحدثنا فقط عن ردة فعلكم كلجنة تنسيقية لطلاب اليمن في الخارج حول مقتل الأخت منى مفتاح. طبعا تلقت اللجنة التنسيقية خبر بأسف شديد، خبر مقتل زميلتنا الأستاذة منى مفتاح، الأستاذة طالبة الماجستير في مصر، بأسف بالغ. و نحن نعزي أهالي الشهيدة ونسأل الله لها المغفرة وأن يلهم أهلها بالصبر والسلوان. طبعا الجريمة كانت جريمة جنائية واضحة ومؤسفة ولاقت صدى واسع من جميع الطلاب في دول العالم. طبعا نحن في اللجنة أصدرنا بيان إدانة وكلفنا ممثلي اللجنة في مصر، اليوم أحدهم الأخ الأستاذ محمد كازول ضيفكم على السكايب، بمتابعة السفارة ومتابعة كل الإجراءات وما يترتب عليها وما يترتب على التحقيقات من إجراءات وموافاة اللجنة، بحيث أن تنظم اللجنة إلى وقفات احتجاجية أمام السفارة المصرية في جميع دول العالم. طبعا هذه القضيه قضيه كنائيه وقضيه تمس الطالب اليمني والمواطن اليمني بشكل عام. كما دعينا في اللجنه الى الاخوه في وزاره الخارجيه وفي السفاره المصريه الى التعامل الجاد وعدم التهاون او التماهي مع اي مبررات او اي اجراءات تحاول حرف مسار القضيه عن القضيه الكنائيه، وندعو ايضا من هنا من قناه بلقيس إلى التدخل الدبلوماسي اليمني بوزارة الخارجية بكامل ثقلها في القضية، لأنها قضية كرامة وقضية تعتبر يعني قضية للطالب اليمني بشكل عام في كل دول العالم. نعم. طبعا نحن لدينا برنامج لتنسيق مجموعة من الوقفات ستبدأها مصر غدا إن شاء الله، ومشكورين الأخوة الطلاب ونشكر كل من سيلبي هذا النداء وهذه الوقفة، وسنقيم ايضا وقفات احتجاجيه في العديد من الدول كالمانيا وتركيا وباكستان ان شاء الله في القريب العاجل. نعم، يعني انتم تنظمون هذه الوقفات تعبيرا عن احتجاجكم لما حدث في السفارات اليمنيه سيكون. بالفعل هي تحمل اكثر من رساله، تحمل رساله انه تعبيرنا واستياءنا لما حدث، والشيء الاخر اننا نقف مع السفارة اليمنية ومع وزارة الخارجية وندعوها إلى اتخاذ الإجراءات الكاملة والتامة وعدم التماهي أو عدم التساهل أو الاستهتار بهذه الجريمة، كما أننا نحب أن نؤكد للسفارة ولوزارة الخارجية أننا متابعون القضية ومتابعون كل تفاصيلها، ولن نتوقف عند المتابعة فقط، بل سننظم حملات واعتصامات وحتى نحصل الجناة وتحصل الأخت منى الشهيدة على حقها والقصاص من الجاني. هذا هو مطلبنا الواضح. ابقى معنا أستاذ معاذ، سأعود إليك. دكتور محمد، يعني كما لاحظنا تفاعل العديد من الطلبة خارج البلاد، وهناك ستقام مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والصامتة في السفارات اليمن في كثير من الدول كما تحدث معنا. أود أن تحدثني طالما وأنت بالقرب من السفارة اليمنية، كيف كانت موقف الجهات الرسمية في هذه النقطة اليمنية في قضية الطلاب ودور السفارة في على وجه الخصوص؟ أولا أشكر الأخ معاذ الصوفي وأشكر كل أعضاء اللجنة التنسيقية في كل الدول، وأشكر الأخ محمد الشليف وكلهم أعضاء اللجنة التنسيقية على تفاعلهم بالموضوع. فالقضية هي قضيتنا جميعا وقضية كل اليمنيين وكل الطلاب في كل دول العالم، فلهم مني كل الشكر. وبإذن الله سبحانه وتعالى نحن لن نتهاون عن قضية أختنا، فكرامتها من كرامتها ودمها من دمنا ومن عرضنا وشرفنا جميعا كيمنيين.
وبالنسبة لدور السفارة فأنا لحد الآن أقول إن شاء الله خيرا. دور السفارة لحد الآن نوعا ما كويس وربنا يجيب الخير إن شاء الله، بس نتمنى التحرك الأكثر والفعلي والجاد لمتابعة القضية والقصاص من ارتكب الجريمة. نريد حق منها، لا نريد شيئا، نريد كرامتنا تعود، نريد من فعل الجريمة يأخذ عقوبته، هذا ما نريده. كل الطلاب والطالبات في مصر وجالية وكلهم يريدون حقنا، لا نريد القضية أن تنحن منحنى آخر. والجميع يفهمني بهذا الناس اللي سامعين هذا الكلام، نريد لا نريد القضية أن تميع ولا نريد حق منا يضيع هدرا، لأن نحن لن نسكت ولن نوقف أبدا. أما قضية السفارة فنتمنى من السفير محمد الهيثمي ومن القنصل العام أمين المقبري في السفارة اليمنية أن يحركوا ويعملوا غرفة عمليات لمتابعة القضية والوصول إلى الجاني، وهم ما قصروا في وقت الحادثة، أجوا وتابعوا القضية وتابعوا التحقيق، بس نتمنى المزيد. ونحن غدا سنوقف وقفة احترام، وقفة أمام سفارتنا بكل احترام، لا أهم لنا، شعاراتنا هي المطالبة بالقصاص والمطالبة بحق يعني بإظهار الجناح الذي ارتكبوا هذه الجريمة الوحشية بحق أختنا الأستاذة منى المفتاح. نعم، يعني هو كان يفترض أن يكون معنا السفير محمد الهيثمي كما وعدنا في نهار هذا اليوم، ولكن للأسف أنه الآن لا يجيب على اتصالات البرنامج. كنا نود فقط أن نستفهم ما الذي قدمته السفارة لا أقل ولا أكثر. عودة إليك أستاذ معاذ. أستاذ معاذ، يعني عادة القضايا أو قضايا الرأي العام تبدأ بقوة وبجلبة قوية وبانتباه أيضا من وسائل الإعلام ومن المتابعين والناشطين، تمر أيام قليلة حتى تخبو هذه الجذوة. هل تتوقع مثل هذا الأمر في قضية منى مفتاح؟ بالفعل القضايا هكذا غالبا، لكن بالنسبة لقضية الأخت منى مفتاح نحن تبنيناها في اللجنة واعتبرناها قضيتنا، نحن نعتبرها قضيتنا، قضية رأي عام يعني في بلد يعني يعرف الجميع أوضاعه، صار مفكك والدبلوماسية فيه ضعيفة وكل الأمور فيه ضعيفة، لكن هذا هو ما نعتبره هنا دورنا، دورنا كطلاب في الخارج، كجاليات في الخارج، كإعلام إعلام جاي تخلق من ثورة 2011. فنحن ناظمون في هذه القضية إلى النهاية وسنتابعها، يعني احنا على اتصال تام ودائم مع ممثلي اللجنة في جمهورية مصر، وهم على متابعة مع السفارة ونتابع كل الإجراءات. نحن نلاحظ حتى الآن تكتم من بعض من السفارة اليمنية في مصر، لم نجد موقف صريح وواضح أو موقف من بيان السفارة كان ركيك جدا الذي يصدر حول القضية، ولا ينبئ أو يشير إلى حرص السفارة على موضوع الوصول إلى الجناح وأخذ الأمر في وأخذ الموضوع في بشكل جدي. نعم، ربما اختلفت وجهات نظركما هنا أستاذ معاذ وكذلك دكتور محمد. يعني دكتور محمد يشيد تماما بما قامت به السفارة، وأنت تجد أن البيان كان هزيل، ما الذي يفترض عليهم أن يصنعوه من وجهات نظرك أستاذ معاذ؟ يعني هو الأمر سياسيا حساس نوعا ما، يعني طبعا الدبلوماسيون لهم طرقهم ووسائلهم في التعامل مع الأمور، غيرنا نحن الحقوقيين، يعني نحن الحقوقيين ننظر إلى القضية إنه يجب أن تتخذ تجاهها إجراءات واضحة. يعني كنا نأمل من السفارة أن تقول أن بشكل واضح أن هذه قضية جنائية وأننا لن نقف، أننا لن نتوالى أو لن نقف حتى يتم أخذ القصاص من الأخت، وإلا ما الذي جعل الطلاب في مصر يخرجوا في مظاهرات، وما الذي جعل الطلاب في جميع دول العالم يتحركوا بهذا الجانب، إلا نتيجة لموقف السفارة الذي يعني لم نجد موقف واضح. راحوا السفارة 3 ساعات ورجعوا، وفي اليوم الثاني احترقت المبنى، احترقت الشقة بشكل آخر. ما الذي يحدث؟ ما الذي يدور؟ هناك تساؤلات، وهذا ما جعل الجميع يتحرك. نحن نشير يعني نحن لن نصادم الأمن المصري، ولن نشكك في اتهاماته، ولن نشكك فيه، ولن نتهمه بشكل مباشر،
ولكن هناك دلائل على الأرض إنه الشقة احترقت في اليوم الآخر. ما هذا ماذا يعني هذا؟ نعم. يعني يجب علينا أن نقف وقفة جادة وستكون وقفة جادة ونحن نعلنها من هنا إن شاء الله أننا سنتابع هذه القضية حتى النهاية. نعم. إذا اسمح لي أن أقول مثل هذه التساؤلات للدكتور محمد كزعول بحكم أنه كان بجوار السفير وبجوار السفارة كما تفضل ودخل معهم لمعاينة الأمر ولمس ربما مدى اهتمامهم. دكتور محمد يعني يجد الأستاذ معاذ أن هناك قصور في أداء السفارة والبيان كان هزيل لم يحمل ربما الهم الأكبر كونها قضية مهمة أو كبيرة كما تفضل وأن وجود السفارة لمدة 3 ساعات غير كافي خاصة وأن الشقة احترقت في اليوم الآخر ولم نجد أي تفسير. وربما أضيف لك أن هناك استياء بالغ من المتابعين حول تفسير أحد أعضاء السفارة لما حدث أو لما يعني لتجديد اشتعال الشقة حيث تحدث عن سخونية الأرضية وعن وجود بقايا حرق في أو حريق في الشقة مما أدى إلى اندلاعه من جديد. يعني تبريرات ليست منطقية. والله أنا يعني لا أتهم السفارة بالتكفير من وقتها حتى أن حصل الحريق الثاني الذي حصل قبل صلاة الفجر بدقائق حتى طلع أحد أعضاء السفارة والذي فوضه السفير بمتابعة القضية ونشر منشور يقول في على صفحتي في الفيسبوك وبعد ذلك حذفه يقول فيه أنه نتيجة الحريق الشقة هو نتيجة سخونية بالأرض نتيجة سخونية الأرض أو نتيجة حرق تركة في الفرش. فالناس كلها استاءت وأنا أولهم استأنى من هذا يعني من هذا البوست الذي يعني سخونية أرض تستمر 16 ساعة أين احترام عقول الناس؟ يعني سخونية الأرضية الشقة 16 ساعة وبعد 16 ساعة هب الحريق أو يعني أو اشتعلت الشقة بسبب هذه السخونية يعني في ما فيش سخونية تستمر. وبعدين أنا من ضمن الناس اللي دخلوا الشقة الأمن المصري بارك الله فيهم من الساعة 9 الصباح حتى الساعة 8 بعد صلاة المغرب وهم موجودين في الشقة ويجروا تحقيقاتهم ويجروا البحث الجنائي يأخذوا بصماته ولا في أي اشتعال ولا في أي حريق. وبعد ذلك بالفجر يحدث الحريق وحريق هائل. هنا التساؤل ليش أحد أعضاء السفارة يصرح بهذا التصريح وليش ورغم ذلك رغم أنه لم يحضر هذا العضو من السفارة الى يعني موقع الحريق في صلاه الفجر لم نشوفه لم نرى الا تصريحه على صفحتي على الفيسبوك. فهذا الذي شكك الناس وهيج الناس ودعا الناس واتهموا السفاره بالتقصير والناس بحاول ان تميع القضيه بسبب هذا التصرف من هذا احد اعضاء السفاره. ونتمنى من السفاره ان تشيل هذا العمر وتكلف غيره ممن هم بقى يتابعوا امر قضيه هذه الشهيده. نعم اذا الناس شكرا. كلها مستاءه من هذا الشخص. نعم شكرا لك دكتور محمد كزعول عضو لجنة تنسيق لطلاب اليمن في الخارج كنت معنا عبر سكايب من القاهرة. عودة أخيرة لك أستاذ معاذ. يعني أستاذ معاذ تحدث كما سمعت الدكتور محمد كزعول عن هذا الأمر الذي أزعج الكثيرين ولكني أود أن أسألك ما الذي ينبغي عليه أن تقوم به السفارة وزارة الخارجية أيضا بشكل نهائي؟ أولا بالنسبة لوزارة بالنسبة للسفارة وزارة الخارجية هي تعرف مسؤوليتها جيدا والمفترض أن نرى برقيات أو رسائل مذكرات ترسل من وزارة الخارجية إلى وزارة الخارجية المصرية وزارة الداخلية المصرية بالتعامل الجاد والواضح بخصوص هذه القضية. وبالنسبة للسفارة يعني كما قرأنا في منشور الأخ إبراهيم الكاهنين فإنه مبررات وكأنه مواطن مصري وكان ما كأنه مواطن يمني وأن هذه حصلت لزميلته في اللي حاصل. فنحن نتمنى منهم موقف جاد وموقف واضح وصريح وإظهار للإعلام كل ما يترتب عليه التحقيقات. ما لم فنحن موجودون في الأرض وفي كل دول العالم وسنقوم بوقفات احتجاجية وأنتم في الإعلام إن شاء الله لن تقصروا معنا في هذه القضية بالتأكيد سنتابع القضية وسننتهي بها جميعا. نعم قدر استطاعتنا وسنتابعها مرة أخرى وبإذن تعالى أن تفتح
هذه القضية وقد عرف الجنى، وأن نتحدث فقط عن مسار التحقيقات بعد أن تنتهي. شكرا جزيلا لك الأستاذ معاذ الصوفي، عضو لجنة تنسيق طلاب اليمن في الخارج، كنت معنا عبر الهاتف من باكستان. كما أجدد شكري مرة أخرى للدكتور محمد كسعود الذي كان ضيفنا عبر سكايب، عضو لجنة تنسيق طلاب اليمن في الخارج من القاهرة، وكذلك لزميلة منى مفتاح هنادي دائل، وأيضا لأيمن نبيل الناشط السياسي من ألمانيا. وأكرر عتبي وربما عدم استغرابي للسفير محمد الهصيمي سفير اليمن في جمهورية مصر لعدم تجاوبه معنا في الحلقة. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم مرة أخرى في المساء اليمني. كونوا برعاية الله وأمنه.